سلامي عليكم قبل ما نبدأ القيفان، سلام يعم الحاضرين بتباشيره، نيابة عن الهذلان واللي حضر ما هان. سلامي عليكم قبل ما نبدأ القيفان، سلام يعم الحاضرين بتباشيره، نيابة عن الهذلان واللي حضر ما هان. وفي ربع يلي خير مني بتعبيره، سلامي عليكم قبل ما نبدأ القيفان، سلام يعم الحاضرين بتباشيره، نيابة عن الهذلان واللي حضر ما هان. وفي ربع يلي خير مني بتعبيره، سلامي سلام اسلام يا ربعنا الجهلان، سلامي عليكم قبل ما نفتح القيفان، سلام يعم الحاضرين بتباشيره، نيابة عن الهذلان واللي حضر ما هان. وفي ربع يلي خير مني بتعبيره، سلامي عليكم يا جهينة السلام اخوان، سلامي عليكم يا جهينة سلام اخوان، في الاسلام والعادات والدم والديرة. وللشيخ ابو نواف، وللشيخ ابو نواف بالشكر والعرفان، وربعه مواريد الجميل ومصاديره، على الاجتماع اللي على طاعة الرحمن ويهدف لتعميق التواصل وتطويره. حضرنا وممشانا مع الشيخ ابو راكان، هو الشيخ ابو راكان معروف ما غيره. حضرنا وممشانا مع الشيخ ابو راكان، هو الشيخ ابو راكان معروف ما غيره، امير لمنه دعا ربعه الهذلان، مشت في لزومه لاجل حبه وتقديره. حضرنا لدعوتكم على الوقت والعنوان، وطول الطريق اشغل الفكر واديره، ابي اجابه من طيب نيه وصدق لسان، توفي في قدر القوم شباب تنيره، جهينه بدون قصور في باقي العربان، جهينه بدون قصور في باقي العربان، جهينه على الفزعات، جهينه على الفزعات والجاه والجيره، مثل فزعه ابن غنيم في سابق الازمان، شفع في مساجين البلد واصبحت سيره، وما قام به صياح في فزعه المطران، يسولف بها من يعشق الطيب واميره، ولا شفت في الحاضر مثل فزعه في حيمان، شذاها مثل نبت الربيع ونواويره، فزع للسجين اللي مقيد ورا البيبان، ورهن صك بيته ما حسب وش مخاسيره، قبيله لها تاريخ مبني على سيسان، مشاهيرها قاموا بفعله وتسطيره، وصلي على المبعوث بالنور والبرهان، نبي بعث بكتاب ربي وتفسيره. يا متعب الشعار يا بيت القصيد، لولا تعبهم، لولا تعبهم فيك ما جالك طراه، كم لي وانا ادور على معنى جديد، ما كل من دور على الطيب لقاه، لو كل من يحذف حصاه يجيب صيد، ما كان نحتاج البنادق والرماه، ولو ينصرف في البنك شيك بلا رصيد، كل انطمع في الدره الاصلي واشتراه، لعيون من يبحث عن الدره الفريد، هذه وصاهل من يحفظون الوصاه، ايامنا ما كلها فرحه وعيد، وان عشت يومك ما ضمنت اللي وراه، والرجل مهما عاش في الدنيا سعيد لابد ما يحتاج ربعه وقرباه، لا تقطع ارحامك ويشملك الوعيد، ولا تخسر الغالي ولا ترخص غلاه، واخوك لا تخسره لو انه عنيد، يخطي مئة مره وتسمح له خطاه، وان كان شد الحبل حاول ما تزيد، ارخيه قبل الشد يصل منتهاه، ولا تنصحه وقت الزعل ما يستفيد، اعرض عليه النصح في ساعه رضاه، واللي طلب رايك عطه راي سديد، وان ما طلبك الراي
لا تبحث خفاه، واعرف ترى قرب المنازل ما يفيد، واحيانا يبدي شيء ما ودك تراه، لكن لا تقرب ولا تنزل بعيد، خلك على قول المثل حذفت حصاه، واحفظ حبال الود حفظك للوريد اللي معلق فيه موتك والحياه، ترى الاخو مهما حصل يبقى عضيد، وترى عيال العم ما عنهم غناه، الناس دايم ما تهاب اللي وحيد، اللي اليوم منه وقف محد معاه، لو كان في الميقاف عزمه من حديد، لابد بعض احيان ينزل مستواه، وخذ الحذر لو كنت في قصر مشيد، الذيب لولا فطنته كل الرماه، لا تامن الدنيا لها مكر وكيد، يمكن تحدك صوب شخص ما تباه، اللي رمدك بوجه شيطان مريد طاغي متمسك بقانون الطغاة، ثبت عليه شهود والخالق شهيد، لا تندفع للشر وتسوي كماه، واتبع دروب الحق عنها لا تحيد، ويبين راعي العرف من راعي الحياة، ولا تكشف الحجة زيد ولا عبيد، من يحسدون الرجل في زاده وماه، لا جوك قول الله يدبر ما يريد، ولا تعرض الدعوة على غير القضاة، إلا على شيخ وله عقل الرشيد، إلا على مطنوخ لهم من صب وجاه. السلام عليكم.